سلام عليكم، مسقطة من سنة وسبع شهور توأم، ما حملتش تاني وخدت منشط وما حصلش نصيب، عملت أشعة بالسبب طلعت أنبوبة مسدودة قوي والتانية سليمة، وجوزي عمل تحليل طلع العدد والحركة كويسين بس عنده تشوهات عالية، الدكتور اللي رحت له في 3 شهر قال لي اعملي منظار بطن، هو أنا دلوقتي حاجة في منظار مفيش حل بديل؟ هو حضرتك المنظار دوره إن نشوف ما بيحصلش حمل ليه، نمرة 2 يشوف إيه اللي مسبب الأنبوبة اللي فيها مشكلة دي، والمنظار عملية بسيطة ما هواش لما نقولها تبقى مشكلة ويبقى نقعد نقول هو في حل بديل أو مفيش حل بديل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشترك في قناتنا على يوتيوب الصحة تشانل.